طيب يمكن واحنا بنتكلم عن الشباب مش عايزين ابدا نغفل دورهم اللي تم بالامس، الكوادر الشبابيه اللي كانت مشاركه في انتخابات مجلس الشيوخ. شفت هذه المشاركه ازاي؟ اللي كانوا في الحقيقه موجودين في صداره المشهد الانتخابي، وحتى يعني كانوا موجودين بينظموا بيوزعوا المطهرات على يعني الناخبين. احنا طبعا من خلال وزارة الشباب والرياضة كانت احد الادارات المركزية على مدار الشهر المقبل تم عديد من الندوات التوعية بأهمية النزول للانتخابات، تعريفهم ان مجلس الشيوخ يعني التعريف باختصاصاته، العقد العديد من الندوات، وكان مختصين بخبراء تم على مسرح الوزارة والمنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة. شارك معنا بالأمس 20,000 شاب من المتطوعين بوزارة الشباب والرياضة زي ما حضرتك تفضلتي، توزيع المطهرات، التوعية، لاستعلام اللجان، يعني كان موجود معانا 20,000 شاب خلال فترة الانتخابات اللي أنا بشكرهم ونتمنى لهم يعني بإذن الله يعني في مجلس النواب إن شاء الله يبقى العدد أكبر. يعني ده اللي يهمنا خلال وزارة الشباب، الاهتمام بالشباب والتوعية السياسية بالنسبة لهم، وإن شاء الله منتظرين طبعا الفرز ونشوف برضو نسبة الأصوات اللي الشباب كانت قد إيه، فده يهمنا خلال الفترة اللي احنا يعني مع حضرتك ومع السادة المشاهدين نتمنى لهم ان هي الفترة الجاية تبقى فترة مقبلة بإذن الله. شايف دورهم ازاي الفترة الجاية؟ يعني دور البرلمانيين الشباب في الحياة البرلمانية والتشريعية؟ هو دور طبعا هيبقى مهم، يعني حضرتك شفت انت عدد كبير من الشباب وتخرجوا من مدرسة وزارة الشباب والرياضة، الطلايع، الشباب، وكانوا مرشحين على القوائم اللي موجوده في الانتخابات، فدول طبعا زي ما حضرتك قلت ان الشباب دول بالنسبه لنا هم حاجه مهمه، لان دول هم اللي هيبنوا المستقبل، زي ما انت حضرتك عارفه ان التغيير بياتي من عندهم ويبدا من خلال الشباب، فده قطاع كبير لازم نهتم بيه وندعمه من وزاره الشباب، لازم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الاعلام المحترمه اللي زي حضراتكم، ان احنا نحس الشباب، نشجعهم خلال الفتره المقبله، فده اللي يهمنا احنا كوزاره الشباب من خلال جمعنا كيانات شبابيه كبيره، يعني كان عندنا من خلال يومين كان في اجتماع مع لجان شباب الانديه في القاهره الكبرى والجيزه واسكندريه، وتم طرح العديد من المبادرات اللي هتتبناها الوزاره خلال الفتره المقبله، وجاري العرض على معالي الوزير ان احنا ننشي ليهم اتحاد نوعي بحيث يبقى يعرفوا انشطه الوزاره واختصاصاتهم، يبقى حلقه الوصل بينهم وبين الوزاره وبين انشطه الوزاره. الخطه يبقى اصلا في تواصل دائم. الخطه اللي تم وضعها ايه الخطة أصلا تم وضعها؟ بنتكلم عن الأندية فيما يتعلق طبعا بفتح الأندية ومراكز الشباب الفترة المقبلة بإذن الله، والأنشطة اللي بتمارس فيها. هو طبعا زي ما حضرتك عارفة إن ده قرار دولة، كانت لجنة الأزمات في مجلس الوزراء برئاسة فخامة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين، كانت إن عودة الأنشطة الرياضية، فتح الأندية، فتح ده، يعني احنا دلوقتي الانشطه الرياضيه بدات تعود تدريجي مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه، ان يتم برضو المطهرات، التباعد الاجتماعي، الالعاب اللي فيها تلامس برضو لازم يبقى احنا فيها حرص شديد بالنسبه لنا. فمراكز الشباب طبعا دلوقتي كلها مفتوحه، الانديه بدات تعود تدريجي، حتى كان الغل لغايه ساعه معينه، بدينا نزود هذه الفتره ساعات الغل. بالنسبه لل يعني خطه شامله من خلال وزاره الشباب طبعا مع اللجنه الاولمبيه والاتحادات الرياضيه واللجنه البارالمبيه، بحيث برضه عوده الابطال الرياضيين بالنسبه لنا ده اهتمام اساسي. احنا طبعا كطوكيو 2020 تم تاجيلها ل 2021، فبنتمنى لهم يعني كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره المقبله باذن الله. طيب يمكن كان دايما الوزاره بتتكلم عن اطلاق مسابقات رياضيه الكترونيه نظرا لانتشارها على مستوى العالم، احنا وصلنا فين في هذه المرحله وايه اللي تم؟ احنا عندنا وزاره الشباب والرياضه، الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه احد الاتحادات التابعه لوزاره الشباب والرياضه، وانتشر طبعا خلال فتره توقف النشاط كانت مسابقات الالكترونيه للشباب المصري، واستفاد منها حوالي 1,000,000 مستفيد، يعني الاتحاد نفذ انشطه خلال فتره التوقف كان استفاد منها حوالي 1,000,000 مستفيد شاب خلال فتره 3 شهور، بالاضافه بدا تدريج هو دلوقتي يشتغل مع الانديه الرياضيه، يعني كان عنده بطوله شارك فيها حوالي 7 انديه كبرى. خلال الفترة المقبلة برضو عديد من المبادرات الإلكترونية هيتم تنفيذها بالدول العربية، بنتعاون مع جامعة الدول العربية، عندنا
بطولة عربية إلكترونية هيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، يعني فده مع جامعة الدول العربية، وزي ما حضرتك عارفة إن معالي الوزير ورئيس المكتب التنفيذي لجامعة الدول العربية، فتم طرح طبعا لفترة التوقف إن احنا نعمل مسابقة إلكترونية نجمع فيها الشباب العربي مع الشباب المصري. فنتمنى برضو من خلال حضرتك وخلال البرنامج المحترم إن احنا يتم تغطيتها، فاحنا تعاون تام مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية خلال الفترة المقبلة. طيب من ضمن المبادرات المهمة والفعاليات المهمة، وتم تغيير حتى مجلس الإدارة كان، اتفضل اتفضل، يعني كان معالي الوزير غير مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية ودفع بيه بعدد من الشباب، عشان برضه هم عارفين الشباب عايزين ايه، يتواصلوا معاه اكبر في فترة، يعني من خلال شهرين يعني تم تغيير مجلس إدارة الاتحاد بالكامل ودفع بيه عناصر شابة جديدة عشان يتواصلوا مع الشباب ويعرفوا هم محتاجين ايه ورغباتهم ايه والبطولات اللي هم حابينها، يبقى منهم من الشباب للشباب. والشباب ايضا يعني قادر ان هو يطرح افكار خارج الصندوق، بالاخص في هذه اللعبه اللي هم اصلا يعني في اقبال عليها مش بس في مصر، كل دول العالم. طبعا يا فندم. طيب من ضمن المبادرات والفعاليات كمان المهمة اللي تمت الفترة الأخيرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية كانت المشاورات الشبابية العربية 2020، هل ممكن نشهد الفترة الجاية فعاليات مثل هذا النوع؟ تفضل. يعني فندم كان عندنا آخر حاجة زي ما حضرتك تابعتي المشاورات الشبابية العربية، وكان شارك معاهم 12 دولة عربية، والشباب طرح مبادرات يعني حاجة محترمة ورائدة، وتم تعميمها على السادة الوزراء العرب من خلال معالي الوزير رئيس المكتب التنفيذي ان يتم الاستفادة من هذه المبادرات في دولهم وشعبهم. وتم يعني بالنسبة لنا كان الوفد المصري شارك معانا، تقدم 1000 مشارك، تم اختيار طبعا 5 اللي هم هيشاركوا، فاحنا بإذن الله الفترة المقبلة هتشهد أنشطة عديدة من خلال جامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ويعني انشطه عديده باذن الله. طيب الاشتراطات والاحتياطات الصحيه اللي هتنفذ الفتره الجايه من قبل الاتحادات على صعيد مختلف المنافسات الرياضيه ومنها الدوري المصري وغيره من الانشطه المختلفه، ايه اللي هيتم والخطه الخاصه بحضراتكم عشان برضو نطمن الناس يعني؟ لا هو في لجنه عليا مشرفه على هذا الموضوع، وكل اتحاد له لجنه طبيه مسؤوله عن التطبيق للاشتراطات الاحترازيه، يعني حضرتك تابعت الدوري المصري والمساحات اللي بيتم قبل كل مباراه، كل اتحاد دلوقتي برضه بدا ان هو عشان يعود النشاط بيعمل مسح لجميع اللاعبين، يعني خطه شامله، وفي لجنه طبيه عدد من الاطباء برئاسه طبعا الدكتور محمد سلطان كان محافظ الاسكندريه ورئيس هيئه الاسعاف وعضو اللجنه الطبيه لاتحاد الكوره، ومعاه مجموعه من الاطباء يعني احنا بنشكرهم، وزاره الصحه طبعا متقدم ليها بكل الشكر والتقدير على تعاونها التام من خلال التعاون مع وزاره الشباب والرياضه. فبطمن حضرتك يعني كل الاشتراطات والاجراءات الاحترازيه بتطبق ومتابعه من معالي الوزير شخصيا، يعني كل اسبوع ممكن اجتماع اسبوعي لمتابعه التنفيذ والاشتراطات، ولو في لجنه مشكله لمتابعه الرصد، لو في اي نادي عنده مشكله، مركز الشباب عنده مشكله، لجنه برؤساء وكيل وزاره رئيس المركزيه لشؤون مكتب الوزير، يعني بمتابعه شخصيه من معالي الوزير بهذه اللجنه بتعرض عليه كل المستجدات، يعني في حاله توقف، في حاله كذا، يعني اي حاجه بيتم طرحها استفسار، يعني ده في يعني متابعه شخصيه من معالي الوزير. طيب يمكن كان في سؤال لعدد كبير جدا من الشباب بعد مبادره درجتك صحتك، انه ازاي احصل على دراجه مدعومه من قبل وزاره الرياضه؟ يعني ناس كتير، شباب كتير كانوا بيطرحوا هذا السؤال. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت ولدي مبادره درجتك صحتك، احنا اعلنا عن المرحله الثانيه 1400 دراجه، الموقع بعد ربع ساعه بالظبط قفل. ايوه يعني دخل على الموقع 2 مليون شاب، فيعني وكان معالي الوزير حرصه الشديد واهتمامه ان هتبقى اونلاين، يعني الممنوع ان تدخل اليد في هذا الحجز كله اونلاين، فطبعا احنا دخل على الموقع 2 مليون، يعني لدرجه ان الموقع يعني مش عايز اقول لحضرتك المنظر كان عامل ازاي، وهو مأكد علينا وتعليماته لينا ان احنا الحجز اونلاين، فاحنا الفتره المقبله باذن الله يعني خلال الاسبوع القادم
هيتم الاعلان عن المرحله الثالثه ان شاء الله، وهتبقى باعداد باذن الله كبيره. وبندرس دلوقتي ان احنا الموقع هل هنفتحه برضو لعدد ايام، يعني في لجنه مشكله لدراسه هذا الموقف. وبندعوكم طبعا ان احنا التسليم يوم 16 برضو تنزلوا معانا وتسالوا برضو رغبه الناس اللي هم، يعني الدراجه اصبحت براند في السوق، دراجه وزاره الشباب والرياضه، فحاجه كويسه. وكان سياده الرئيس طبعا يعني اتكلم عليها في افتتاح مدينه الاسمرات، الاسمرات 3 المدينه الشبابيه والرياضيه، فاهتمام شخصي برضو من معالي الوزير ان احنا خلال الفتره المقبله نطور بقى المرحله الثالثه والمراحل اللي بعد كده. ففي باذن الله يعني هيتم الاعلان خلال الفتره المقبله عن المرحله الثالثه باعداد اكبر. وبنفكر في الدراجه اللي هي بموتور، يعني انا بقول لحضرتك اهتمام شخصي برضو من معالي الوزير بدراجتك صحتك، فنتمنى يعني باذن الله تكون الفتره المقبله فتره يعني ان شاء الله تشهد اعداد اكبر من ذلك. يعني انا بشكر حضرتك دكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضه، شكرا ليك يا فندم على المشاركه معنا.